ملاحظة خفيفة، تفاعل مع المغاربة وما بين المغاربة، كيكون المحتوى وطني فيه المواطنة، كاش هناك تفاعل؟ ما كاينش. اللهم الجالية المغربية اللي شوية هي اللي كتحرك، لأن حاسة بالغربة وتعرف قيمة البلاد اللي كتعامل معاك. أما هنا إلا ما كاين سيناريوك بعدا راك رابح، مغاربة من المغرب إلا ما سيناريوكش راك مزيان. أما التفاعل راه ما كاينش والو، الأغلبية التفاعل لي كومونتير، الأغلبية ناس كبار اللي بعقلهم اللي مدوزين تجربة، أو الجالية المغربية، وغالبا الجالية المغربية هي اللي كاينة، هي اللي حاضرة معنا، معايا أنا بيرسونيلمون طول الوقت موجودة معايا في كندا، أمريكا، أستراليا، أوروبا، وهذا يكفيني لأنهم عندهم تجربة ويعرفوا قيمة الوطن ويعرفوا قيمة الغربة، وهذا مكسب. إذن هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، أن المشكل ماشي مني أنايا، إذا كانت الميساج ما كيوصلش، المشكل من الناس اللي كيشوفوا المحتوى اللي ما باغينش هذا المحتوى، ربما باغين شي محتوى ديال الكران وديال كذا. أنا أخويا كاين، ما أنا ماشي أموريست على أي، نتمنى أن الأمور تكون مزيانة عند اليوتيوبر الآخرين اللي كيضربوا تمارة وكيمونطيو وكل شيء. أما أنا راه عندي اللايف، لايف سير لايف، لايف إز لايف هي اللي عندي. هنا كاين هنا تورنوا من تنظيم نجم الشباب الرياضي البيضاوي، فيه كاريتاتيف، فيه جمعيات خيرية، وفيه فرق من فرنسا، وفرق من الرباط، وفرق من مراكش، وفرق من الدار البيضاء، وفرق من المحمدية. تورنوا سبورتيف 100%، منها تكون لا ديتاكسيون. كاينه الاكاديمي محمد السيس هنايا حاضره وكتعزل اللعابه اللي عندهم لافونير بروسبكسيون. ايوا الحمد لله، كاين مواهب كثيره واعده، وان شاء الله يوفقوا ونتمنى لهم التوفيق. ليسونسيال نتمنوا الميساج يوصل لي بارون، يخرجوا ولادهم يلعبوا شويه ديال الرياضه، يقابلوهم ديغون لا سومان او موان دو فوا بار سومان، يخرجوا يشوفوا الدنيا، ما يبقاوش مفيكسين في الدار مع البورطابل مع التلفزيون مع داك الشيء. عطيونا واحد المجتمع رياضي، مجتمع انيق، مجتمع اللي كيواكب الدراسه ديالو او ميم طون كو لو فوتبول. تحياتي لكم وتحيه لجميع الاصدقاء اللي مشجعين هذه القناه واللي هما فدال لهذه القناه، تحيه ليهم. ودائما دائما واخا يبقى غير واحد عرق واحد، دائما ديما مغرب، الله الوطن الملك.